على الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا المواعيد تحيد لينا المواعيد تحيد لينا وعلى الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا وحقوقنا اللي بغينا حقوقنا اللي بغينا وعلى الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا مطالبنا تخرج لينا مطالبنا تخرج لينا وعلى الشينا وحد الشينا وعلى الشينا وحد الشينا الابواب تفتح لينا الابواب تفتح لينا. السلام عليكم ورحمه الله، معكم محمد اوداداس. اليوم جينا متضامنين مع خوتنا وامهات ديالنا جراء هاد العمل اللي كيقوموا به هاد المسؤولين مع هاد المرضى ديال السرطان. فبالله عليكم ملي كنشوفوا مركز كيحمل اسم ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وكنلقاو المعاناه خارج هاد المركز، فاللي بغيت نقول للسيد وزير الصحه فكفى من الاقصاء والتهميش، فملزمين باخذ العبره على ود هاد الامهات وهاد الاخوه وهاد الوليدات اللي مصابين بمرض السرطان. فغدا ولا تغدا تقدر تكون انت اللي غادي تصاب او انا او شخص اخر. فبالله عليك واش غادي تبغي لولدك او امك او اختك يجيو يلتحقوا بهذا المركز؟ لا، كون اكيد غادي تديه يتعالج في احسن اماكن لانكم ما بغيتوش تخدموا الوطن ديالكم. فانا كشخص من ذوي احتياجات خاصه غادي نقول لك المعاق كيعاني، مرض الامراض المزمنه ككل كيعانيو، لان ما هو اجتماعي داخل الدار البيضاء ما كاينش. فغادي نقول للسيد والي جهه الدار البيضاء والناس وزاره الصحه فيهم مندوبين تحملوا المسؤوليه وما تبقاوش تلتفتوا للصور فقط، فهناك العديد من المعاناه يعانيوها هاد الامهات. فالناس المسؤولين اللي كيسهروا على العمل الاجتماعي راه كيعطيوكم غير الصور، فاحنا بغينا الحقيقه، بغينا الناس المسؤولين يديروا خدمتهم، تحملوا مسؤوليتهم ويخليوا المجتمع المدني ما هو تطوعي، ما هو تحسيسي، ما هو تنظيمي، اما العمل الجاد فخص المسؤولين هما اللي يسهروا على هاد المراكز واللي يقدروا يزيدوا بهم القدام. خويا حنا اليوم جينا كنضامنوا مع هاد الناس هادو المرضى ديال السرطان، هاد الناس هادو ما عندهمش الادويه وعندهم يعني كيعطيو رانديفو بعيد. هاد يعني انا كنعرف واحد السيده دابا غتحيد رجلها ساكنه في دكاله والله العظيم ما عندها شافين تريح، كاينين غير واحد الناس اللي دايرين فيها في سبيل الله هما اللي شادينها. دابا حاليا عطينا الرانديفو على 3 شهور، يعني هاد الناس هادو كيعانيو، لا حول لهم ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنطلبوا من المسؤولين وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى وما هاد الناس هادو يشوفوا في هاد الناس بعين الرحمه، وحنا جينا كنساندوا هاد الناس وبغينا نوقفوا معاهم وكنتمنوا من المسؤولين يديروا لهم شي حل، لان هاد الناس هادو ما عندهمش الادويه ويحاول يعني المواعيد يحيدوا لهم المواعيد. هاد الناس هادو ما خصش يكون عندهم الموعد، لان اللي كيعطيهم المواعيد طوال والناس مساكن. ما حنا كل واحد دابا هنا، كل واحد منين جاي، واحد تيقول لك انا كل واحد منين جاي، من المغرب كامل كيجيو هنايا. وعاش الملك، وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا فيهم بعين الرحمه ان شاء الله. جينا ولدي على قبل الدواء ما كاينش، وكنمشي يوميا وكنجي كيقول لك سيري حتى الغدا سيري حتى اليوم سيري، والمواعيد ما كيعطيوهمش لينا نهائيا، كيعطيوك عام 6 شهور ما كتقدش. انا كان عندي سرطان في البزوله وتلاح لي دابا القرجوطه وكنمشي ونجي والو. ما التلفازه ملي كنمشي كيقول لي مول سيبير لا ما كايناش، اللي كاين اللي كيشدها وكاين اللي ما كيشدهاش، اللي ما واصلش ما كيشدهاش، كيعطيو ما بغاو، اللي ما عندوش المعرفه ما ياخذهاش. انا دابا مده عام ونص وانا كنمشي ونجي على الموموغرافي وما درتوش، وما عنديش حتى باش نركب، عاطيني لوسي فين كنسكن الله يخلف عليه الله يجازيه بخير، وراجلي ما خدامش ما عندوش الخدمه كاع. ملي ركبت في الطوبيس جا الكونترول جبت لي لاكارت اللي عطينا هنا ديال 40، قلت له ولدي ما عنديش، هزني حتى السما وخبطني ضربني قدام الناس وكرفسني مزيان، عزت فيها سيمانه ما قديتش ندوي، ما عرفتش كيفاش ندوي. قالوا لي الناس كاينه الكاميرا كنتي تمشي تدعيه ما يضربكش، دخلت كون غير ما ضربنيش انا مرات تكون غير ما ضربنيش، هو ياخذ حقه وانا ناخذ حقي. كنطلب من هاد الناس الله يرحم الوالدين يديروا معنا شي حل في المركوب، راه كيديونا ويجيبونا يوميا وما كناخذوا ما كنستافدوش. حنا خدا ولادنا كنصرفوه في الطوبيسات، ما يمكنش جوج مرات اربعه الطوبيسات يجي فيهم الانسان و400 ريال وغيدير الغدا لولادو،
وما كايناش الخدمه، الخدمه نهائيا. هادشي اللي كنتمنى من هادشي يوصل لسيدنا ويعاوننا الله ينصرو ويشوف فينا الله يرحم الوالدين ديالنا، هما الغاء المواعيد ويعطيو المواعيد مناسبين لهاد الناس، يعطيو الادويه لهاد الناس. هاد الناس الا ما وفرناش لهم الادويه غدا ولا متغدا غادي يموتوا ببطء. هاد الناس انا كنتسائل، لان هاد المركز كيحمل اسم صاحب الجلاله، خاص كلشي يسهر عليه. فبالله عليكم هاد الناس اللي خرجوا اليوم كيحتجوا، ابسط الاشياء هو المواعيد اللي ما كيتعطاش لهم في الوقت. فلهذا كنحملوا المسؤوليه لوزاره الصحه، لانها ما قدراتش تنظم، ومن اللي ما قدراتش تنظم هاد وزاره الصحه اللي كنسميها قله الصحه، كنقول ليها الا قديتي انت باش توفري جواز تلقيح، وفري لهاد الناس مرضى السرطان الادويه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.